دبي تعطي كمان. وظل القيادة الرشيدة اللي فيها اللي هي حببت الناس والعالم كله في هالبلد، فأنا بالفعل فخور بنفسي وبفخور بهالدولة الطيبة. لبناني أنا شخصيا ابن مصر. قيام على البلد ليل مع نهار، تركيزه ما كنا وصلنا للي وصلنا. أنا والله عمري من عمري 5 سنين وأنا تحت البوش، وهذا يعني اللي ماله ماضي الله يرحم أبوي زايد ماله حاضر. فاليوم الكل عايش سواء موافد أو مواطن، نحمد الله سبحانه وتعالى أن نحن في أمان وفي استقرار وفي أحلى، يعني وين ما تروح تلقى أنك أنت بين أخوانك وبين أهلك وبين ربعك وبين عشيرتك وبين الجميع. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتميزة من برنامجكم برنامج لعلي الاتحاد. واليوم حلقتي متميزة وجميلة باستضافتي الأستاذ بسام ظاهر صاحب شركة تميز الاستشارات المحاسبية والضريبية. أهلا ومرحبا بك أستاذ بسام. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم وعلى جميع الأمة العربية والإسلامية بالخير والصحة والعافية. آمين. أهلا وسهلا فيكم وبأسرة برنامج لآلئ الاتحاد بهي الحلقة الجميلة، وشكرا على الاستضافة. الله يخليك. سيد بسام، بالبداية تعرفنا عن شخصك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي بسام اسماعيل ظاهر من سوريا، مواليد عام 1982. درست بجامعة دمشق كلية الاقتصاد اختصاص محاسبة وتخرجت منها بسنة 2008، وبنفس السنة ولله الحمد تم اختياري من بين 30 مترشح لشغل وظيفة محاسب بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
شغلت عدة مناصب وتدرجت بالوظائف الإدارية من محاسب لمدير حسابات لمدير مالي، ونوعت بين مختلف أنواع القطاعات الاقتصادية من التجارية والصناعية والخدمية. والحمد لله بعد ما نضجت خبرتي بهذا المجال اللي هو مجال المحاسبة، أخذت قرار أني أبدأ مشروعي الخاص بنفسي. فحاليا صاحب شركة التميز للاستشارات المحاسبية والضريبية، ووكيل ضريبي مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وعضو بجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالإمارات. هذا المشروع بداية مثل ما خبرتك، أنا حبيت بلش حياتي العملية على بكير. بأثناء مرحلة دراستي الجامعية تولدت لدي فكرة، وأخذت من جراءها قرار أني أشتغل وأنا عم أدرس لحتى أكسب أكبر خبرة ممكنة، ولحتى أتخرج بيكون فرصتي للبدء بسوق العمل وأنا بمقتبل العمر. وفعلا هذا اللي صار. صراحة كانت وراء نقطة وصولي لدولة الإمارات وراها قصة طريفة يعني حابب أحكي لك إياها، اللي هي أنه نحن أو أنا كبسام كنت أشتغل بشركة تجارية، وقت إجاني اتصال من مدير مالي بأحد المجموعات الصناعية بأبوظبي، وبوجه له كل التحية السيد ملهم. فكنا هو نزل على الشام وكنا تقريبا حوالي 30 مترشح، وانا لما اتفرجت عليهم صراحه وصلت للمقابله وتفرجت عليهم كلهم كانوا اكبر مني عمرا ومبينين اكثر مني خبره، بس اصريت اني انجح، اصريت اني فوت على المقابله واطلع حتى اخر واحد. وفعلا المقابله كانت عباره عن شقين، جانب نظري والشق الثاني جانب عملي. طبعا جانب العملي خلصته، واخر شيء اجيت على المقابله النظريه مع المدير المالي. طبعا لما سالني كل الاسئله هي كانت لا زالت فريش بذاكرتي، وخلاني اني فعلا جاوب عليها بنفس الطريقه اللي نحن درسناها، وهذا الشيء صراحه خلى الأستاذ ملهم يبتسم. سألته صراحة يعني أنه ابتسامتك ريحتني، بس أنه شو سر هاي الابتسامة؟ قال لي أنت كنت أفضل شخص مترشح من بين 30 شخص، فأنا مبسوط فيك. وبعدها الحمد لله الله وفقني وطلعت لدولة الإمارات. اشتغلت وتقصدت أني نوع كمان بعدة نشاطات وعدة مجالات اقتصادية كمان لحتى تنضج خبرتي أكثر وأكثر، وهذا الشيء ولد لدي حافز أنه أنا صرت جاهز لحتى فوت سوق العمل ولحتى يكون عندي مشروعي الخاص. ومن هون بلشت مسيرتي بالتميز للإستشارات المحاسبية والضريبية. سيد بسام، ما هي الخطوات الأولية التي قمت بها للوصول إلى هذه المرحلة المتطورة من النجاح؟ بصراحة أستاذ محمد مثل ما خبرتك أنه أنا بعد ما نضجت خبرتي العملية بسوق العمل وقررت أفتح شركتي الخاصة، هذا القرار بصراحة ما كان سهل أبداً. فنحن طالعين من الأزمة المالية العالمية سنة 2016 واللي استمرت تداعياتها لأكثر من سنة، وبعدها دخلنا بأزمة كورونا. فالشيء اللي خلاني صراحة أنه أخذ خطوة جريئة أني أنا أفتتح شركتي هو السوق أو المناخ الاستثماري المستقر بدولة الإمارات العربية المتحدة. وحكومة دولة الإمارات مشكورة عودتنا أنه هي دولة التحديات، ودولة تعودت أنه تتجاوز أي تحدي على مستوى العالم وتتميز بهذا الشيء، أنه تكون بمصاف الدول اللي
فعلا يعني قدرت تطلع من أزمة كورونا، وبتشجعنا نحن كمستثمرين وأنا بشكل خاص على أني أبدأ مشروعي الاستثماري. نقطة تانية ساعدتني وشجعتني على اتخاذ القرار هي خصوصا بعد أزمة كورونا أنه زادت حاجة الشركات لشركات استشارية، والهدف هو كان تخفيض التكاليف أو تكاليف العمالة بالشركات في جميع الأقسام، ومنها طبعا القسم المحاسبي. يعني صرنا نشوف معظم أصحاب القرار بالشركات يتوجهوا لخدمات استشارية أكثر من توجههم لتوظيف كوادر ودفع رواتب وتأمين صحي وغيره من المصاريف اللي أحيانا الشركات بسبب هاي الأزمة ما كانت طبعا قادرة أنه تتحمل هيك مصاريف. فهذا كان أحد الأسباب اللي شجعتني صراحة على أنه أخذ قرار وافتتح شركتي الاستشارية الخاصة، هي ازدياد حاجة السوق بهذا المجال. التوفيق الدائم لكم أستاذ بسام. سيد بسام، ما هي الخدمات التي تقدمها شركتكم؟ أستاذ محمد، تميز الاستشارات المحاسبية والضريبية، هي شركة محاسبة مهنية مرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية. في سنة 2020 بدأنا نشاطنا، وطبعا الخدمة الأساسية اللي بنقدمها هي تنظيم السجلات المحاسبية ومسكها، وبالإضافة لأنه مؤخرا نحن سجلنا شركتنا شركة تميز كوكالة ضريبية، وأنا شخصيا وكيل ضريبي مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. طبعا بيندرج تحت هذول النشاطين أنشطة فرعية عديدة ومتنوعة مثل دراسة الجدوى الاقتصادية أو ما يسمى بالفيزيبيليتي ستاديز. هاي الخدمة بنقدمها لكل رواد العمل اللي حابين ببلشوا نشاط جديد بالبلد أو حتى بغير البلد. طبعا الهدف من دراسة الجدوى هو معرفة احتياجات المشروع محل الدراسة من تكاليف والموارد ودراسة نسب نجاحه على المدى القصير والطويل. خدمة ثانية بنقدمها لعملائنا هي خدمة مسك وتنظيم السجلات والدفاتر المحاسبية لكل أنواع الشركات مهما اختلف حجمها ونشاطها. فمن خلالها بنقوم بتسجيل وتحليل وتبويب كل العمليات المالية اللي بتتم بداخل شركات عملائنا. وطبعا التطور التكنولوجي اللي شهده العالم صراحة خلق لنا خدمة مرتبطة بهذا المجال اللي هي خدمة إعداد البرامج المحاسبية وتنزيل البرامج لمختلف عملائنا، بدءا من تنصيب أو سيت أب على سيرفرات العميل وصولا لمرحلة تدريب الكادر المحاسبي لمرحلة تزويد بعض الشركات أحيانا بمحاسب كفؤ مختص، بتكون شركتنا شركة التميز هي اللي بتزوده للشركات، أو الخدمة اللي بنسميها الأوتسورسينج أكاونتينج. خدمة أخرى كمان أستاذ محمد بنقدمها لعملائنا هي خدمة إعداد التقارير والقوائم المالية. طبعا مثل ما بتعرف البيانات المالية بأي شركة بالعالم مهمة للغاية، لأنها بتعكس بدقة كبيرة أداء الشركات ومركزها المالي، بالإضافة أنه تساعد جميع أصحاب القرار على تقييم أداء الشركة. ومن أهم التقارير المالية اللي احنا بنقدمها بشركتنا شركة التميز اللي هي يعني صافي الربح، تقرير صافي الربح وتقرير الميزانية، وفي غيرها من التقارير طبعا اللي بتتعلق بمجال التشغيل أو الأوبريشن، اللي من ضمنها مثلا قائمة التدفقات النقدية وكشف المخزون وتحليل المديونية والدائنية وما إلى هنالك من خدمات أو تقارير طبعا بنقدمها على صعيد خدمة إعداد التقارير المالية. من الخدمات اللي بنقدمها كمان لعملائنا اللي هي خدمة الاستشارات الضريبية. مؤخرا مثل ما ذكرت لك أنه نحن سجلنا شركتنا كوكالة ضريبية، وأنا مثل ما حكيت لك أنا وكيل ضريبي مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. فبصفتنا شركة التميز نحن بنقوم بتقديم خدمة الاستشارات الضريبية لجميع العملاء المهتمين بهذا المجال، واللي طبقت عليه هون شروط التسجيل بضريبة القيمة المضافة من مرحلة التسجيل لمرحلة تدقيق الإقرارات الضريبية وتقديمها
على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب لمرحلة إلغاء التسجيل، وطبعا يشمل جميع الاستشارات الضريبية الأخرى كمان. ومثل ما بتعرف أنه حاجة السوق راح تزداد بالسنوات المقبلة بسبب كمان أنه مثل ما بتعرف أنه وزارة المالية أصدرت ضريبة جديدة اللي هي ضريبة أرباح الشركات، واللي راح يبدأ تطبيقها بداية من العام 2023. فنحن بلشنا نهيئ عملائنا كمان لحتى يكونوا مجهزين أنه يطبقوا هاي الضريبة بدون أي مشاكل بتأثر ممكن على شركاتهم. وممكن يكون مثل ما خبرتك أنه حاجة السوق راح تزداد لطلب خدماتنا على المجال الاستشارات الضريبية. هذا باختصار تقريبا الخدمات اللي بنقدمها. وبس كمان يعني أنا بصفتي صاحب الشركة وشركة التميز، لحتى نتميز عن غيرنا أكثر، فتنا بشراكات استراتيجية مع عدد من الشركات الخدمية اللي بتقدم خدمات مكملة لخدماتنا. حاليا شركة التميز هي شريك استراتيجي بمجموعة اس كي جي او سميث كلين جروب، هي شركة كمان خدمية بتقدم خدمات مكملة لخدماتنا وخدماتنا على منصة واحدة، من خدمة تأسيس الأعمال لخدمة فتح البنك اللي بخص الشركات لخدمات الاستشارات المحاسبية والضريبية اللي نحن بنقدمها لهي المجموعة. فهي فرصة لكل الناس اللي حابين يطلعوا على موقع الشركة كمان اللي يكون ظاهر بأسفل الشاشة. سيد بسام، ما هي التسهيلات والمميزات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع المتواجدين على أرضها؟ التسهيلات اللي تقدمتنا كمستثمرين طبعا مشكورة دولة الإمارات على هذا الشيء هي كثيرة. من أحد التسهيلات وأجملها أنه أنت قاعد ببيتك ممكن تجدد رخصتك التجارية، وهذا الشيء بيختصر علينا كثير وقت وبيخلينا ما نقوم بإجراءات كثير معقدة وطويلة. سيد بسام، كما نعلم بأن طريق النجاح لابد من أن يرافقه بعض الصعوبات والتحديات، ما هي أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهتك خلال مسيرتك العملية والعلمية؟ بصراحة ما في شركة بالعالم ما تعرضت للصعوبات والتحديات، خصوصا ببداية تأسيسها، لكن بالجد والصبر والاجتهاد بفضل ربنا وتوفيقه قدرنا نتغلب على معظم هاي التحديات. فمثلا أزمة كورونا كانت هي أول التحديات اللي تعرضنا لها ببداية تأسيسنا لشركتنا. لحتى نتغلب على هاي الصعوبة طبعا استبدلنا الاجتماع المباشر مع عملائنا بالاجتماع عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل برنامج زوم وميكروسوفت تيم وغيره. من الصعوبات اللي واجهتنا ولا زالت تواجهنا صراحة هي المنافسة الشديدة. فمثل ما ذكرت لك أنه الإمارات هي بيئة محفزة لجميع أنواع الشركات، وهي دولة منافسة حرة، فهذا الشيء كمان شكل لنا تحدي. بإذن الله نحن حاليا عم نسعى لإعداد استراتيجيات تسويقية شاملة أفقية وعمودية لحتى نتميز عن غيرنا ولحتى نستمر بتواجدنا بسوق العمل بالإمارات ونقدم هالخدمات المتميزة لكل عملائنا. سيد بسام، ماذا يعني لك النجاح؟ النجاح بالنسبة لي صراحة هو الاستمرارية، هو الجد والاجتهاد وتقديم خدمات متميزة لكل الناس اللي بحاجة لهذه الخدمات. النجاح كما بالنسبة لنا مو بس أنه نتوسع ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة بجميع الإمارات، النجاح اللي بنتمنى نوصل له وراح نسعى إن شاء الله جاهدين أنه نوصل له، أنه نكون كشركة التميز كشركة استشارية عالمية بتقدم الخدمات لجميع دول العالم مو بس بدولة الإمارات العربية المتحدة. سيد بسام، من خلال خبرتك العملية والعلمية الطويلة، نريد توجه ببعض الإرشادات والنصائح للشباب المقبلين على العمل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. أول رسالة بحب أوجهها للشباب اللي حابين إنه يبلشوا مشروع الخاص هي إنه ما يهملوا دراسة الجدوى الاقتصادية لحتى يكون مشروع مبني على دراسة واجتهاد بعد التوكل على رب العالمين. طبعا ابتعاد عن الأشخاص السلبيين
واستبدالهم بالأشخاص الإيجابيين اللي بيحفزوك دائما على النجاح والتميز. سيد بسام، من هم جنود الخفاء الذين ساندوك وساعدوك للوصول إلى هذه المرحلة المتطورة من النجاح؟ طبعا الشكر بداية وانتهاء لله اللي وفقنا وأعطانا التوفيق أنه نستمر ونتميز عن غيرنا. الشكر الثاني اللي بحب وجهه لوالدي ووالدتي وإخواتي اللي دائما عودوني أنه يدعموني بمسيرتي المهنية والعملية، ودعواتهم هي اللي وصلتني للشيء اللي وصلت له لهلا. بحب كمان اتشكر كل العملاء اللي انا بعتبرهم صراحه مو بس عملاء بل بعتبرهم شركاء حقيقيين. بحب وجه شكر خاص ليورغان مارك وكل التيم اللي بيشتغل معهم، وبحب وجه كمان رساله شكر لهاني شعيب على دعمه المستمر ووقوفه معي بمجالي المهني. بحب اتشكر كمان زوجتي يلي هي صراحة صبرت وصبرت وصبرت لحتى وصلت للشيء اللي وصلت له هلا، وكانت أكبر داعم معنوي بمسيرتي الشخصية والعملية والمهنية، فشكرا من القلب. وطبعا هي شريكتي كمان بالشركة بشركة التميز يعني، فالنجاح اللي وصلت له هو كمان نجاح لنا جميعا على مستوى الأسرة. معكم منال من شركة تميز الاستشارات المحاسبية والضريبية. شركتنا تأسست 2020، مقرها دبي الإمارات العربية المتحدة. منقدم خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر وإعداد التقارير المالية، كمان منقدم الخدمات الاستشارات الضريبية بشكل عام. ونحن الحمد لله وكالة ضريبية مسجلة، ومن ضمن كادرنا وكيل ضريبي معتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. بتمنى أنه تكون شركتنا من أوائل الشركات على بهذا القطاع وبهذا المجال. بحب أتشكر كمان كل أصدقائي الإيجابيين صراحة اللي دائما كانوا ولا زالوا يدعموني معنوياً، والشيء اللي خلاني استمر بمسيرتي على مستوى سواء الصعيد المهني او على مستوى الحياه بشكل عام. فشكرا اصدقائي جميعا. شكرا لك لهذه النصائح الجميله سيد بسام. وفي الختام نريد توجه برساله شكر وامتنان الى حكام وشيوخ دوله الامارات العربيه المتحده. بتشكر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على المناخ الاستثماري المستقر والبنية الحاضنة لطموح الشباب، واللي خلت التميز هدف كل شركة حابة تبدأ مجالها بدولة الإمارات العربية المتحدة. فالإمارات هي دائما بلد الأمن والأمان، بلد المحبة والتسامح، بلد الأخوة والتعاون، وبلد التطور، وبلد اللامستحيل، وبلد التميز. وبحب أتشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اللي هو صراحة وحقيقة هو اللي ألهمنا نسمي اسم شركتنا بهذا الاسم، شركة التميز. فشكرا سيدي صاحب السمو محمد بن راشد على هذا الإلهام. سيد بسام زاهر صاحب شركة تميز الاستشارات الضريبية والمحاسبية، شكرا لك لهذه الاستضافة الجميلة. شكرا جزيلا لكم أسرة برنامج لآل الاتحاد على هاي الاستضافة، وبتشكركم على مجيئكم لشركتنا، وأنا متأكد أنه حتكون بجهودكم حلقة متميزة. Hi, I'm Rohit. I'm the GM of Stone Real Estate Investment Limited and Altamuse Accounting Firm run by Mr. Bassam. So he is doing all our accounting. You know, he in his hands our all accounts, tax, VAT, all are safe. So we wish him all the success. We wish him all the prosperities, and we wish all the success to his company to a good extent. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عمر، أنا مدير لشركة واي بيتا، ونحن بلشنا مع أستاذ بسام صرنا فوق 6 شهور. من أول يوم لهلا نحن كتير فرحانين عم نشتغل معه. عملنا كل البرامج، عملنا كل الأكاونتينج،
حللنا مشاكل بالشركة من الريسيت للكريبتو. نحن عندنا شركة الكريبتو هاي جديدة بالبلد وهي solved the solution for us. نحن ما لقينا any other accounting يعني حل هالمشكلة, وكان مستر بسام ready with the solution ما شاء الله عليه. و we are still working with him and inshallah in the future we'll keep working with him. من شركة دميوس, I wish him all the best. Thank you. Good afternoon, I'm Diana. On behalf of our company Bit Alpha and our partner companies, I would like today to strongly recommend you collaboration with Altamayus Accounting Services. Since our founding, we have been collaborating closely with them and we have been always more than happy with all their services. It's not just accounting services, they are providing us all additional services which made a huge difference in our overall success of our businesses. No matter in what kind of business area you're operating, no matter what kind of accounting services you might need, please do not hesitate to reach out Altamayus Accounting Services, because I'm more than sure that their professional team will be always on point to assist you with any kind of accounting issues you might face or any kind of accounting services you might need. I want to wish a lot of success to our partners and I'm looking forward to collaborate with them in the future. Thank you. دبي تعطي كمان. وظل القيادة الرشيدة اللي فيها اللي هي حببت الناس والعالم كله في هالبلد. فأنا بالفعل فخور بنفسي وبفخور بهالدولة الطيبة. لبناني. أنا شخصيا ابن مصر. قيام على البلد ليل مع نهار تركيزه ما كنا وصلنا للي وصلنا. أنا والله عمري من عمري 5 سنين وأنا تحت البوش, وهذا يعني اللي ماله ماضي الله يرحمه أبوي زايد ماله حاضر. فاليوم الكل عايش سواء موافد أو مواطن, نحمد الله سبحانه وتعالى أن نحن في أمان وفي استقرار وفي أحلى, يعني وين ما تروح تلقى أنك أنت بين أخوانك وبين أهلك وبين ربعك وبين عشيرتك وبين الجميع. نبدأ تراها نبذل الغالي لها دوم ونهب, نبدأ شعوب لها نبدأ تراها.